مساء الخير وأهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامج الخلاصة. ليلة من النكد عشناها كلنا بعد نتيجة ماتش مبارح، ناس كلها نامت وهي زعلانة، والنهاردة تحس انه احنا لسه عندنا حالة كده من التبليم، كلنا مبلمين، كلنا مش مصدقين خروجنا من الدور الـ16 لكاس الأمم الإفريقية، البطولة اللي احنا كنا معلقين عليها أمال كبيرة جدا ومنتظرين نتيجتها، يعني منتظرين نكمل نحجز مكاننا في دور الـ8، منتظرين احنا، يعني مش عايزة اقول ان احنا دخلنا البطولة دي واحنا عندنا امال واحلام بالتتويج باللقب للمرة الـ8، لكن واحنا ماشيين مع الاداء الهزيل ومع الغيابات ومع الاصابات ومع التخبط اللي شفناه في الملعب ومع الارتباك الشديد ومع الجدال حوالين خطة اللعب، أصلا بدأنا نقول طب نكمل نتأهل للمستوى اللي بعده، طب يا رب نكسب ونوصل للنقطة اللي بعدها وبعدين يحلها حلال ويسهلها ربنا. خرجنا من الدور الـ16 بعد 3 ماتشات من التعادلات، ما قدرناش نكسب في ولا ماتش، وركلات ترجيح قعدتنا على أعصابنا طول الماتش مبارح والأشواط الإضافية والوقت الإضافي وكل ده. احنا ليه زعلانين؟ طيب ما هو الكورة مكسب وخسارة، يعني ممكن نرد نقول الكلام ده، لكن لما تيجي تفكر احنا ليه زعلانين، احنا زعلانين لانه ما عملناش اللي علينا. وارد وطبيعي انك انت النهاردة مرة تكسب مرة تخسر، كل المنتخبات الكبيرة كل الفرق الكبيرة بيبقى عندها النوع ده من الاداء، مرات بتتوفق مرات بتعمل كل اللي عليها وتوصل لاحسن نتيجة او النتيجة اللي هي عايزاها، ومرات تانية ما بتحققش اللي هي عايزاه وبتقف على رجليها مرة تانية وتبدأ تستعيد نفسها وتبدأ يعني تبص على التحدي القادم أو تبص على المرحلة القادمة والفصل القادم. احنا ليه زعلانين ومتنكدين؟ مش عشان احنا خسرنا، لأنه الكورة زي ما قلنا هي مكسب وخسارة، وارد النهاردة لينا بكرة علينا عادي. احنا زعلانين لأن احنا في حاجة غلط، في مشكلة في المنظومة كلها. وانا لما بقول اتنكدنا هي مش اللعيبة اللي نكدت علينا، اللعيبة هم ترس في منظومة كاملة، المنظومة دي كلها فيها حاجة مش راكبة، فيها حاجة بتوصلنا للنتائج دي، في معطيات غلط بتخلينا في الاخر كل مرة يا نخرج من اول البطولة يا نخرج بفضيحة يا نعمل اداء لا يليق بينا ولا بمنتخبنا ولا ببلدنا ولا باسمنا ولا بتاريخنا حتى. المشكلة ان احنا بقالنا سنين ما بنتقدمش، بالعكس بنتراجع في الكورة، يعني عندنا رصيد من الانجازات الكروية، الرصيد ده بدأنا ناكل منه كتير وبدأنا نعمل اداء زي ما بقول لكم كده، يعني اداء فضائحي شوية، يعني زعل كل الناس وشمت الناس فينا، هي دي بقى المشكلة الحقيقية، وهو ده اللي مزعل الناس النهاردة، مش اللي مزعل الناس ان احنا خسرنا، لانه وارد نخسر، لكن هل احنا لما خسرنا كنا عاملين كل اللي علينا؟ هل احنا لما خسرنا كنا مجتهدين وماشيين مظبوط وعاملين كل الواجب الهوم ورك بتاعنا، يعني زي ما بيقولوا المدرب ماشي بخطه صح، الاتحاد الكوره ماشي مظبوط، اللعيبه في مكانها، وبعدين بقى اللي يحصل يحصل، نتوفق ما نتوفقش دي حاجه بتاعت ربنا. لا، احنا ما كناش عاملين اللي علينا. والمنظومة فيها حاجة غلط، كل المشهد الكروي فيه حاجة غلط وحاجة كبيرة كمان. والمشكلة ده بيحصل في بلد ال 100 مليون مش 100 مليون مواطن عادي، لا هم 100 مليون مشجع كورة، 100 مليون مدرب كورة، 100 مليون محلل وناقد رياضي، احنا عشقنا للكورة لا يغلبه شيء. مفيش مصري النهاردة، يعني حتى اللي ما يحبش الكورة أو مش مجنون بيها أو مضروب بيها زي ما بيقولوا ومش شغوف بيها ومش متابع كل الأخبار، يجي عند الماتشات المهمة اللي زي دي ويقعد ويتفرج ويتابع وينزل على القهوة ويقابل صحابه. إحنا كده، ده إحنا كمصريين. فلما تبقى كل شوية بناخد نفس الألم وناخد نفس النكد وناخد نفس الخبر الصعب، والمصيبة إنه مش بنأدي أو بنعمل اللي علينا وبعدين نخسر فنقول خلاص، لا احنا كل مرة عندنا نفس المشكلة. وده الحقيقة بصراحة اللي خلاني انتبه لحاجة، انه احنا بقدر ما احنا مركزين جدا على الكورة ومنظومة الكورة في مصر ومستنين النتائج ومستنين المكسب، وكنا منتظرين احنا
نتأهل، يعني مش بس نكسب، لا نتأهل لدور الثمانية ونكمل مشوار كأس الأمم الإفريقية، نسينا إن إحنا بنعمل نجاحات في مجالات رياضية أخرى بتعدي كده مرور الكرام ومحدش منتبه ليها، ولا حد مديها حقها، ولا حد مديها المكانة اللي تستحقها. زي مثلا فوز منتخب مصر لكرة اليد من كام يوم، أول امبارح يمكن بالليل، بكأس الأمم الإفريقية للمرة الثالثة على التوالي والتاسعة في تاريخ المنتخب. إنجاز كبير جدا، عدى كده ومر مرور الكرام ومحدش انتبه له أبدا، لدرجة أنه إحنا بالمناسبة منتخب اليد دي مش نتيجة من فراغ، أو مش حاجة كده منعزلة فردانية كده، نتيجة كده خرجت علينا نزلت علينا من السماء. منتخب مصر لكرة اليد بقاله سنين بيعمل عظمة، وبقاله سنين طالع لفوق، بقاله سنين واقف على رجليه، كل شوية إنجاز، كل شوية نجاح. مش معنى كده إن هما ما بيتعثروش أحيانا، لا بيتعثروا، لكن المنظومة صح. أنا شخصيا مش متخصصة، يعني أنا مش محلل رياضي ولا أنا مذيعة رياضة عشان أقول لك هي المشكلة فين، أو التكة الفلانية، أو الموضوع دوت، لا أنا لن أدعي التخصص يعني. لكن أهو أنا مش متخصصة بقول لك إنه في حاجة غلط في الكورة، وفي حاجة صح جدا ومنورة في كرة اليد وغيرها من الألعاب زي السكواش مثلا. إحنا برضو عاملين نجاحات كبيرة جدا في السكواش، والدليل على ده إنه إحنا برضو من كام يوم كسبنا بطولة مهمة جدا وحققنا نتائج مهمة في بطولة عالمية لجي بي مورجان، وبرضو الخبر عدى مرور الكرام ومحدش انتبه له. إحنا كل الأنظار وكل الأعين وكل تركيزنا منصب على كرة القدم، وده مش غلط، إحنا بنحب الكورة، بس يعني مش عايزة أقول نرمي طوبتها بقى شوية، بس لحد ما الأمور تتصلح في نقاط مضيئة تانية وفي حاجات تانية منورة نركز عليها ونديها حقها. منتخب مصر لليد لما عمل الإنجاز التاريخي دوت محدش انتبه له. إحنا حتى في وسائل الإعلام، وأنا بتكلم عن نفسي يعني، عدى الموضوع علينا، ما استضفناش الأبطال، ما استضفناش المسؤولين عن هذا النجاح، عدى مر الموضوع. مين المسؤولين عن النجاح دوت؟ إيه النجوم المصريين في مجال كرة اليد؟ وليه إحنا مش مركزين معاهم بالشكل ده ولا إعلامياً؟ والدولة يعني الرئيس هناهم، وفي بعض المجهودات من وزارة الشباب والرياضة، بس قطعاً التركيز والدعم والانتباه كله بيكون رايح للكورة، فمحتاجين ده كمان يتغير. عشان كده النهاردة احنا عندنا فقرة خاصة عن النجاح اللي حققه منتخب مصر لكرة اليد، ونحاول نفهم سر الخلطة، هم نجحوا النجاح ده ازاي؟ ما هو المعطيات بتؤدي إلى نتائج. ما تقنعنيش ان ابنك اللي طول السنة يقول لك انا بذاكر وهو بيزوغ من الدروس وبيسقط في امتحانات الشهر وطول النهار ماسك القصص وماسك الايباد، ما تقنعنيش ان هو هينجح اخر السنة، ما هو هيفشل. وده برضو له علاقة بالمعطيات اللي احنا بنحطها في المنظومة. ايه بقى اللي مخلي منظومة كرة اليد ناجحة بالشكل ده؟ سر الخلطة ايه؟ ايه اللي بيحصل؟ ايه اللي بيعملوه علنا نستفيد يعني، وفي نفس الوقت نلقي الضوء على مجال مشرق في مصر ويستحق ان احنا نركز عليه ونحيي القائمين عليه على النجاح ده. عشان كده النهاردة هيكون معنا فقرة خاصة عن الموضوع ده. بس مش ممكن برضو أفوت خبر لفت نظري جدا والحقيقة برجلني، مش لفت نظري، في من حوالي ساعة كده خرجت مجموعة من الأخبار في عدد كبير من المواقع بتقول إنه محمد صلاح، طبعا نجم المنتخب المصري ولاعب ليفربول الإنجليزي، اللي غاب عن الماتش الأخير واللي قبل الأخير من أول كاب فيردي بسبب الإصابة، وكان مفترض ان هو بيتعالج في انجلترا لحد ما يرجع لو كنا تأهلنا يعني. بيقولك انه محمد صلاح خف فجأة، ده الاخبار اللي بتقول، وهيلعب مع ليفربول يوم الاربع اللي جاي بعد بكرة في الدوري الانجليزي. طبعا الدنيا قامت ما قعدتش، منين صلاح اصيب وما قدرش يكمل مع المنتخب المصري، ومنين اضطر يرجع عشان يتعالج ويشفى من الإصابة، ويعني هيجي أو ما يجيش لو خف وتأهلوا انتوا بس وهو يرجع، ومنين هيلعب يوم الأربع مع ليفربول في الدوري الإنجليزي؟ هي كانت إصابة بسيطة وإحنا مش داريانين، ولا هو ما كانش فيه إصابة، ولا هو إيه الموضوع بالظبط؟ كل ده كلام تداولته مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام بشكل عام. إيه حقيقة الموضوع؟
هل صلاح بالفعل هيلعب مع ليفربول يوم الأربعاء ولا لأ؟ وإيه حقيقة الإصابة؟ معايا الأستاذ أحمد فوزي العريان، رئيس تحرير موقع في الجول. مساء الخير وأهلا وسهلا بحضرتك في الخلاصة. أهلا بيك يا أستاذة هبة، وأهلا بكل مشاهدين برنامج الخلاصة. أهلا وسهلا. محمد صلاح هيلعب مع ليفربول يوم الأربعاء ولا لأ؟ لا، مفيش أي أخبار بتقول كلام من لا قولا واحدا لا. طبعا مفيش اصلا قائمه اعلنت من ليفربول، لا اعلنوا قائمه ولا كان في مؤتمر صحفي النهارده لليورجن كلوب ولا لاي من مسؤولي ليفربول، لان كانوا بيلعبوا لسه امبارح طبعا مباراه اخرى في الكاس. فاللي كان فيه كلام اتقال كان هيبقى امبارح في المؤتمر، لكن النهارده مفيش اي حاجه، والماتش لسه يوم الاربعاء، القائمه لم تعلن. ولو بدورنا كده باسم صلاح بالانجليزي على الويب سايت كبيره يعني في انجلترا هنلاقي، او حتى مش الكبيره يعني، مش هنلاقي خبر منشور عنه في اخر ساعه غير على موقع ليفربول ستاندرد نيوز، وبيقول فيه ان هو ليفربول ياخد تجهيز محمد صلاح لنهائي كاس كاراباو في نهايه فبراير من يوم الاربعاء اللي جاي. طبعا هو اي كلام، طبعا ما يعني كلام ان هو بيطلع في وقت الخساره على طول، لما تبقى انت عايز بقى ايه تقول اي كلام وتقوم الدنيا كلها على بعضها. ايه تفسيرك بقى للحاله دي؟ طبعا محمد صلاح تحت الميكروسكوب بقاله تقريبا اسبوع ولا اكتر من اول ما بدات البطوله، على ادائه، اصابته، ولائه، حبه لبلده، ما بيحبهاش، بيحب ليفربول، منتمي ليفربول اكتر، كل ده تحت الميكروسكوب. ليه النهارده يطلع خبر بالشكل ده يقول انه محمد صلاح هيلعب مع ليفربول؟ وانت حضرتك عارف قد ايه ده خبر يقلب الدنيا على محمد صلاح. هو دايما اوقات الفشل بتبقى بيئه صالحه جدا للاشاعات. بس اي اخفاق بيبقى وقتها دوت خلاص، وقتها لو قلت اي حاجه هتصدق، والله ده الماتش هيتعاد، فبس الله اخيرا الحمد لله يعني ما خسرناش لسه، هنعيد الماتش، والله ده صلاح هيرجع، ده بيقولوا ما اعرفش في لاعب نزل وهو اصلا موقوف. الاشاعات اللي احنا واخدين عليها مع كل اخفاق سواء رياضي او غير رياضي يعني فبتبقى تطلع، فعشان كده هي يعني بيبقى بعض بقى لي مصالح اخرى، مثلا حبه هو فقط للريتش يعني غرض الريتش، فعايز مجنده، فعايز ينزل حاجه تجيب ريتويتس حتى لو هي باخبار كاذبه، هي بتبقى كده مش اكتر. ولكن حتى الان من باب الدقه ليفربول لم يعلن اصلا عن قائمته للمباراه بتاعت تشيلسي، او يتحدث اي من مسؤوليه او المدرب عن المباراة او يصير محمد صلاح النهارده. قد ربما يمكن بكره مثلا يطلع قائمة اللي فعلا صلاح، تبقى مفاجأة كبيرة جدا. هو حتى الان مفيش حاجة، ومش من المنطقي طبعا ان هو يكون موجود في قائمة ماتش تشيلسي المقبلة اللي هي يوم الاربعاء. وزي ما قلت لحضرتك، لو دورنا كده بس سيرش صحفي شوية على اسم صلاح هنلاقي ان الخبر الوحيد اللي منشور عليه النهارده يعني في المواقع الانجليزية بيقول ان هو بيحاولوا يجهزوه لنهائي كاراباو اللي هو في نهايه فبراير، وده برضو انا شايف ان هو خبر مش منطقي قوي، لان كده هتبقى المده كبيره قوي عن اللي هي متوقعه لاصابته، يعني افترض ان هو يرجع قبل كده بكتير ان شاء الله. يعني الخلاصه، هذه الانباء ملهاش اي اساس من الصحه، او ملهاش اي يعني استناد رسمي او مصدر رسمي. بالظبط كده. بشكرك شكرا جزيلا الاستاذ احمد فوزي العريان، رئيس تحرير موقع في الجول. انا برضو الصراحه اول ما قريت الاخبار يعني حسيت انه في حاجه غلط، لانه هو مش معقول انه محمد صلاح ما يرضاش يلعب مع منتخب مصر وهو اصابته تسمح او وضعه الصحي يسمح، ويروح يلعب بعدها بيومين مع ليفربول وهو يعني فرق من الاثنين للاربع، يعني اقل من يومين. طيب الموضوع اللي كل الناس بتتكلم فيه او الاخبار اللي كل الناس بتتكلم فيها هي الاسعار، يعني موضوع مش محتاج تخمين، لكن ايه اللي حصل في ال 48 ساعه او 3 ايام تحديدا اللي فاتوا، انه في كم سلعه سعرها زاد بشكل اكتر من الزيادات اللي احنا كنا بنرصدها او بنتابعها على مدار الاسابيع والاشهر الماضيه؟ سلع اساسيه وسلع عليها اهميه كبيره جدا واحنا داخلين على شهر رمضان الكريم. كل سنه وحضراتكم طيبين، لكن الارتفاعات في اسعار اللحوم، الارتفاعات في أسعار الدواجن، الارتفاعات في أسعار الحبوب الغذائية زي الفاصوليا واللوبيا، وكل ده مش طبيعي ولازم يكون له حل، وإحنا منتظرين بقالنا أكتر من يعني بقالنا أسابيع منتظرين الإجراءات الحكومية الحاسمة، مستنيين اللي هي الضربة القاضية للسوق السوداء، ومنتظرين الضربة القاضية لمافيا التجار، منتظرين الضربة القاضية
لكل الناس اللي بتتحكم في قوت الغلابة وقوت المصريين وقاعدة ترفع الأسعار. اللحمة بقت بكام؟ النهاردة احنا بنتكلم عن كيلو اللحمة البلدي ما بين 350 ل 400 جنيه وأكتر في بعض الأماكن، ده السعر الإيه اللي هو الرينج. الكندوز 380 ل 400، الجملي 250 ل 290، اللحمة الضاني طبعا 360 ل 420، أرقام عالية جدا جدا جدا. البتلو 350 ل 400، وضع غريب ما بقاش حد فاهم هو رايح لحد فين وإيه العمل. قبل ما أتكلم برضو عن الدواجن وبقية الحاجات اللي بترتفع، خليني أخد الأستاذ هيثم عبد الباسط رئيس شعبة القصابين باتحاد الغرف التجارية. مساء الخير وأهلا وسهلا بحضرتك في الخلاصة. أنا فندم على وسط البرنامج، وأنا زي حضرتك كمسؤول عن شعبة الجزارة مستني الحكومة تاخد إجراءات في اللي أنا بقوله. كلنا مستنيين، أنا مستنية وحضرتك مستني والشعب كله مستني. أنا بس عايز أوضح لحضرتك بعض النقاط وفي عجلة سريعة. أنا قبل كده قلنا إحنا دولة غير منتجة للحوم، وطالما إن إحنا شغالين على الاستيراد لابد من يحسن من الحكومة سبورت على كبار المربين وليس صغار المربين، بمعنى أوضح إن العجول اللي بتيجي من بره في العيد الكبير، العجول اللي داخلة عجول قديمة، العلف اللي داخل علف قديم بسعر قديم، المجمدات اللي موجودة في الثلاجات بسعر قديم، كل داخل الحيز المصري ده داخل بسعر قديم. عايزين نسأل السادة المستوردين هم رفعوها ليه؟ العجول الكولومبي والأسباني والعجول اللي هي بتتعامل على أنها معاملة عجول بلدية وبتتذبح في المجازر بأختام بلدية، العجول دي كانت بتتباع صاحية في العيد الكبير ب 100 جنيه، هل يعقل إن هي نفسها نفس العجول وتترفع ل 170 جنيه النهاردة؟ ده أمر غير طبيعي وشيء غير مبرر. على الحكومة إن الناس اللي بتسافر تجيب اي سلعة سواء كانت اللحمة او السمك او الفراخ او اي سلعة من السلع، ترى ما انا شغال على الدرر، الناس دي بتسافر معاها لجان مش بتسافر بطاقة لخفة. فانا بقول الحكومة المصرية مرعدة للبعد الاجتماعي اللي بتمر بيه الاسر المصرية على كافة طبقاتها، المفروض يتحط ليه كبار المستوردين من كافة السلع بكافة انواعها هامش ربح يرتضوه ولو ويرتضوه مع بعض عشان يقدر يظبط السوق من اول السنة لاخر السنة. لان اللي بيحصل دلوقتي يا استاذة ان العجول دي موجودة قديمة، تبص تلاقي يحصل ارتفاع في سعر الدورة في السوق الموازي. هي دي بقى النقطة ان احنا عايز اقول لحضرتك ان هو هيزيد كمان يا استاذ هيثم، احنا اكيد هيزيد كمان، دي المصيبة. اصحاب محلات الجزارة بيطالبوني ان انا اقفل لهم المجزر ولا شيء مش بايديا. انا بوضح الرؤية للسادة المسؤولين وبوضح الرؤية لكبار المسؤولين في الدولة عشان يراعوا البعد الاجتماعي للمنشآت الصغيرة اللي فيها المستهلك. لان ما ينفعش ولا يصح طالما ان انت شغال على دوره بتصرف دوره واحنا ما عندناش انتاج وما بننتجش حاجه، يبقى يتعمل عليهم سبورت، يتعمل عليهم من الحكومه تحط لهم هامش. بس يا استاذ هيثم احنا عايزين حلول جذريه، ما هو برضه فكره ان الحكومه تدعم النهارده هتدعم لحد امتى والحكومه اصلا محتاجه الموارد؟ عايزين حلول جذريه لحد امتى هنفضل حلول كل شويه الاسعار بتعلى؟ يا استاذه حلول جذريه ما قدامكيش حل جذري اللي انا بقوله دلوقتي، ان انت بتنتجيش عند الصراحه انا احنا ما عندناش انتاج حيواني، ما عندناش زراعه علف على اراضينا، انا اعمل ايه بقى؟ انا بقول لك دلوقتي اهو الحكومه تتكلم مع الناس دي يحط لهم هامش ربح، دي حاجه مش صعبه. طب انا هقول لك على سبيل الحصر، اللحمه والسمك والفراخ والمجمدات دول في سبحه واحده، اي واحده منهم بتزيد بتسمع في بقيه السلع الثانيه بتعلى. فدلوقتي انا بسالهم كمان، انتوا دلوقتي جايبين اللحم كمان المجمد في الثلاجات من 6 اشهر سي ب 180 جنيه، هل يعقل يرفعوه 70 و80 جنيه وهو نفس اللحم وقرب على انتهاء وقرب على يخلص في الثلاجات؟ ده مش منطق. المفروض يبقى في رقابه محكمه على كبار المستوردين في كافه السلع يحكموا السيطره. انت لو كلمت حد من وزاره الزراعه هيقول لك احنا بنوفر لحم سوداني او لحم جيبوتي في المجمعات ب 330 جنيه ب 320 جنيه، طب ما هو السوق الموازي في اللحوم البلديه لازم برضه تراعيه، يعني انت لازم تحترم ذوق المستهلك المصري اللي ما بيحبش اللحوم من المجمعات او بيحب او اللحوم اللي هي في العربات. انا بتهيألي دلوقتي ما بقاش في حد يقول بحبه وما بحبش، كله غالي وكله صعب. الغذاء في مصر دلوقتي هيبقى حاجه، هتصبح اللحمه والسمك والفراخ دي هتصبح ذكرى جميله في حياتنا. ذكرى جميله في حياتنا. اذا ما كانتش الدوله، انا بطالب بقفل المجزر
وقعد ناس من شعبة الجزارة، مش شرط انا، اي حد يقعد يوضح للسادة المسؤولين الرؤية على اللي بيحصل في سوق اللحوم. عشان كده الوضع طب السؤال كمان يا استاذ هيثم، ايه اللي هيحصل كل ما نقرب على شهر رمضان؟ ايه اللي هيحصل في الاسعار اللحوم يا استاذه؟ لا لو لازم الدوله تضرب بيد من حديد على كبار المستوردين. انا قلت لك ببساطه ايه، لان دلوقتي هل يعقل ان العجل البلدي يتساوى بالعجل المستورد يتساوى بالعجل البلدي؟ ده مش منطق يا جماعه، ده مش منطق. وانا قلت قبل كده والحاج محمد رحمه الله عليه كان بيقول الكلام ده ومحدش بيسمع. طب ليه؟ احنا عندنا رؤيه وعندنا حل المشكله، لان احنا بنتكلم لصالح بلدنا ولا بتكلم لصالح المنظومه طبعا طبعا. وكل الكلام ده يفيد، كل الكلام ده يفيد. بشكرك. في المقام الاول المستهلك، ويهمني في المقام الاول اصحاب محلات الجزاره اللي واحد يروي والاخر بيخرج منها، لان ده اقتصاد قائم عليه الدوله. بشكرك بشكرك استاذ هيثم عبد الباسط رئيس شعبه القصابين باتحاد الغرف التجاريه. مش بس اللحمه اللي زادت، الدواجن كمان حصل فيها ارتفاعات كبيره جدا في الاسعار. لو اتكلمنا بشكل يعني علمي او الاسباب المباشره، هم حاجتين بيخلوا الاسعار الدواجن تعلى. اولا الاعلاف طبعا، فكره الاستيراد والمواني، والموضوع محتاج فلوس، وفي نفس الوقت اسعار الاعلاف في العالم كله بتزيد واحنا بنستورد ما بننتجش، فالاعلاف نمره واحد كسبب. السبب التاني بقى بيقول لك اللقاحات والامصال اللي بنديها للمواشي والدواجن اسعارها عليت بطريقه غير عاديه، واحنا برضو بنستوردها من بره. طب احنا ليه بنستورد لقاحات وامصال؟ يعني عندنا اعظم علماء واعظم عقول مصريه تقدر تطلع اللقاحات والامصال دي، ما نستوردهاش، تبقى على الاقل شلت بند من البنود اللي انت بتستوردها، وفي نفس الوقت تدعم صغار المربين وكبار المربين، لانه النهارده المربي ده لو اللقاحات والامصال سعرها زاد عليه قوي بالشكل دوت، خلاص شكرا، هو ولا هيدي لقاحات ولا امصال. خد عندك بقى امراض، خد عندك المواشي تموت، خد عندك امراض، خد عندك مشاكل. مشكله كبيره جدا في السوق كله او في الصناعه كلها اللي بيشتغل فيها اكتر من 3 مليون شخص. اكتر من 3 مليون شخص بيشتغلوا في موضوع الدواجن او في مجال الدواجن. ايه الحل برضو وايه العمل؟ خليني اطرح السؤال ده او اخد الزاوية دي في النقاش مع الاستاذ محمد سعد مدير مركز اللقاحات والامصال بوزارة الزراعة. مساء الخير واهلا وسهلا بحضرتك في الخلاصة. مساء الخير، اهلا وسهلا بحضرتك وبالسادة المشاهدين. احنا ليه بنستورد امصال ولقاحات؟ طيب خلينا الاول يا فندم يعني نتكلم بصفه زي ما حضرتك برضو افدت وقلتي بصفه علميه ايه هو الامصال واللقاح. طبعا اللقاح هو عباره عن ماده بيولوجيه بتنتج لحمايه الثروه الحيوانيه والداجنه من الامراض. طيب بيتم استخدام هذه الامصال واللقاحات البيطريه داخل البلاد من شقين، طبعا شق الانتاج المحلي وشق الاستيراد زي ما حضرتك تفضلتي وقلت. طيب شق الانتاج المحلي ده بيجي منين؟ شق الانتاج المحلي ده بيجي من خلال مع بحوث الاستيراد واللقاحات البشريه التابع مركز البحوث الزراعيه وزاره الزراعه، وفي تعليمات طبعا مشدده من معالي السيد وزير الزراعه واشراف مباشر من السيد رئيس المركز بضروره توفير الامصال واللقاحات البيطريه باسعار اقتصاديه للساده المربين، وده فعلا بيقوم معاه. طيب هل الانتاج ده بيتم في المعهد فقط لا غير؟ لا، كمان في الحمد لله دلوقتي ثلاث شركات قطاع استثماري خاص في مصر بتنتج الامصال واللقاحات البيطريه، في كمان شركه اخرى قطاع اعمال هتدخل حيز الانتاج في خلال فتره وجيزه يعني. وبالتالي هنا المنتج المحلي متوافر باسعار اقتصاديه ومتناول المربي. في نفس الوقت كمان حضرتك لتنظيم التداول الامصال واللقاحات البيطريه في معمل، وهو معمل مركز الرقابه على الصحه البيطريه الحيويه البيطريه، ده بيقوم بمعايير جميع اللقاحات سواء كانت المنتجه محليا او المستورده من الخارج، ولا يتم اجازتها ولا تداولها الا بعد حصول على شهاده التحليل من معمل الرقابه اللي هو معمل. طيب ده كله كلام بقى جميل، ليه برضو احنا بنستورد؟ هو حضرتك ده يعني ده مش كلام، ده فعلا حاجه موجوده على ارض الواقع واللقاحات متوفره، ولكن هنا بنرجع نقول ان في بعض الناس او بعض المربين بيفضل اللقاح المستورد اعتقادا منه ان هو افضل من المنتج. طب ما هو ده مش وقته بقى دلوقتي النهارده، يعني نص العمى ولا العمى كله؟
انا مع سيادتك عشان كده انا بناشد سيادتك. يعني احنا عندنا لقاحات وامصال بتطلعها وزاره الزراعه مش كده؟ مش بس وزاره الزراعه يا فندم، وزاره يعني متوفر وموجود، مفيش داعي للاستيراد. وموجود، واحنا كمان عندنا المعهد لأوصال لقاحات البطاريه ومعهد معتمد بشهادات اعتماد. طيب يا ريت نمنع بقى استيراد السلع دي اللي هتبوظ لنا الصناعه كلها من الاول للاخر. بشكرك شكرا جزيلا الاستاذ محمد سعد مدير مركز اللقاحات والامصال بوزاره الزراعه. عايز اخد حضراتكم في تعليقات السوشيال ميديا وفي الصحافه برضو. السوشيال ميديا ليها علاقه شويه بالموضوع اللي بدانا بيه الحلقه وهو نتيجه ماتش امبارح وخروجنا من كاس الامم الافريقيه. هاشتاجين انتشروا النهارده على مدار اليوم بشكل غير عادي. اول هاشتاج وهو الشرط الجزائي. ليه بقى الشرط الجزائي؟ لانه طبعا من ساعه ما طلعنا امبارح من البطوله والناس كلها بتقول لك روي فيتوريا هيكمل ولا مش هيكمل، وطبعا دي عادتنا وقفت حارتنا كل شويه مدرب يجي في ايه ويمشي في ايه، محدش فاهم احنا بنعمل ايه، هو احنا ماشيين وخلاص. فبدات الناس تقول لك روي فيتوريا لازم يمشي، طيب يمشي روي فيتوريا والشرط الجزائي، بدات بقى الناس تطلع التفاصيل الخاصه بعقده، الراجل بياخد معرفش كام 2 مليون و400 الف دولار سنويا، يعني 200 الف دولار شهريا، وده تعليق لاحمد محي بيقول طب تخيل ان عقده في شرط جزائي قيمته 3 اشهر لاي طرف يرغب في فسخ عقد قبل نهايته. ده تعليق من احمد محي. التعليق الثاني من حساب اسمه فانوم بيقول اصلا العقد المفروض يتضمن شروط زي الحصول على بطولة او الصعود لكاس العالم، وفي حالة الفشل او تحقيق التارجت عدم تحقيق التارجت يعني يتم فسخ العقد. هل احنا عندنا شرط زي ده مع المدربين تنجح تكمل ما تنجحش تمشي؟ مش عارفة بصراحة. التعليق اللي بعده من حساب اسمه عبد اللطيف فوزي بيقول الشرط الجزائي في عقد روي فيتوريا لفسخ عقده حصوله على راتب 3 اشهر ما يعادل 40 مليون جنيه. التعليق اللي بعده من صبحي موافي صباح الخير وعلى السريع، عايزينك تعرف انه الشرط الجزائي بتاع فيتوريا 600 الف دولار، نهاركم شبه سعيد. طبعا الناس كلها بتحسب بين الدولار لليورو للجنيه، يعني في اختلافات في الارقام لكنه هو رقم كبير وخلاص. غدا عمير بتقول يلا نطالب بإقالة المدير الفني مع دفع الشرط الجزائي، ليه زي كل مرة؟ برضو سؤال. الهاشتاج التاني ناس سابت بقى الشرط الجزائي وبدأت تتكلم فيه الحضري العالمي والنجم الحضري بعد طبعا أداء أبو جبل امبارح في ركلات الترجيح. الناس على طول عملت مقارنة بين أداء أبو جبل وأداء الحضري في البطولات السابقة. الناس بتقول لك تعليق أو حساب اسمه تيوليب بيقول فين أيام السد العالي الحضري وهاشتاج مصر الكونغو. التعليق اللي بعده من حساب بيقول الله يمسيه بالخير الحضري، كنا نبدأ ضربات الجزاء صدين كورتين، بنبدأ أصلا وإحنا صدين. محمد عبد المنعم بيقول عصام الحضري كان مفهمنا أن حراسة المرمى حاجة سهلة وعرفنا أنها صعبة جدا. خالد بيقول الحضري الله يمسيه بالخير كان بيتشط عليه 6 ضربات جزاء يصد منهم 5. حساب اسمه هدير بتقول نجيب منين واحد زي الحضري، وتعليق آخر من إنجي بتقول ده احنا هنبوس إيد الحضري والله. تعليقات طبعا على السوشيال ميديا بعضها طريف بعضها كوميدي بعضها عارفين كده يعني هم يضحك وهم يبكي زي ما بنقول، بنضحك شوية على تعليقات السوشيال ميديا لكنها بتفكرنا بالخيبة أو بتفكرنا بالمشكلة اللي احنا فيها وبتفكرنا بالنكد اللي احنا عايشينه من امبارح وبتفكرنا بالمشكلة اللي احنا لازلنا نعانيها في مجال كرة القدم في مصر بدون أسباب معروفة حتى الآن. فدي كانت بس وقفة مع السوشيال ميديا عشان أوري حضراتكم الناس بتقول إيه على مواقع التواصل. أروح للصحافة، الصحافة برضو النهاردة فيها كلام كتير مهم وأغلبه وخصوصا الصحافة الأمريكية والأجنبية بتتكلم عن التطور الخطير اللي حصل امبارح بالهجوم على قاعدة التنف على الحدود الأردنية السورية. الهجوم ده قتل فيه 3 جنود أمريكان، دي مش حاجة سهلة، مش حاجة سهلة أبدا ولا حاجة هينة ولا حاجة يسيرة، وهقول كمان انها سابقة تحدث لأول مرة من بداية أحداث غزة اللي من أول ما بدأت حصل هجمات متعددة، يمكن أكتر من 150 هجوم على مواقع أو قواعد أمريكية في الشرق الأوسط، استهداف لجنود أمريكان
استهداف لمواقع فيها قوات أمريكية، لكن أول مرة يسقط 3 جنود أمريكان وإصابات متعددة في قاعدة التنف، وكأنه بقى كده النهاردة في حالة من حالات الترقب وحالة من حالات القلق حتى داخل الولايات المتحدة الأمريكية. الناس بتقول ناقص إيه أو فاضل إيه عشان يتسع أو تتسع دائرة الصراع أكتر من كده. كل اللي فات كان مناوشات توتر، هل يا ترى هتتسع دائرة الصراع، هل يا ترى هتتدحرج كرة النار ولا لا؟ لكن بسقوط 3 جنود أمريكان أتصور الواقع يكتسب معطيات مختلفة. معايا الأستاذ مهدي عفيفي المحلل السياسي. أستاذ مهدي من الولايات المتحدة الأمريكية طبعا، أهلا وسهلا بك في الخلاصة. أهلا أهلا وسهلا بك يا هبة ومشاهدينك الأعزاء. ايه اللي بيترتب على هذا التطور وهذه السابقة، خصوصا انه داخل امريكا النهاردة في اصوات بتقول او بتتهم بايدن بالتخاذل، بتتهم بايدن بالتواطؤ بالمسؤولية عما حصل، وبدأت الاصوات تخرج عليه عشان ياخد رد فعل اكثر قوة واكثر شدة. ايه المتوقع وايه السيناريوهات وطبيعة الرد الامريكي ممكن تبقى ايه؟ طيب خلينا نبقى واخدين بالنا ان منذ 7 اكتوبر حصل 151 عشان نبقى دقيقين هجوم على قواعد أمريكية موجودة في المنطقة، سواء كانت في العراق أو في كردستان أو في سوريا، وأخيرا في القاعدة اسمها برج 22 الموجودة، قاعدة صغيرة موجودة في الشمال الشرقي في الأردن. الفرق أن كل الضربات السابقة كانت لا تؤدي إلى قتل جنود أمريكيين، ممكن جروح بسيطة، ممكن يعني إصابات في أماكن معينة. المرة دي تختلف قلبا وقالبا، لأنه عندما يصاب جندي أمريكي أو يقتل تنقلب المعايير. دي نمرة واحد. نمرة اثنين، إحنا في وقت في حملة انتخابية شرسة كما تعلمي، وطبعا الرئيس الأمريكي لا يريد أن يظهر بأنه ضعيف، وخاصة أن منافسه ترامب يستغل كل فرصة لتوجيه الاتهام لبايدن بالضعف. فالمتوقع أن يكون هناك رد فعل، لكن في نفس الوقت الرد الفعل ده لن يكون مباشر لإيران. ليه؟ لأنه لا يريد توسيع دائرة الحرب، لكن في نفس الوقت لابد أن يدي درس لمن قاموا بهذا. ولذلك المخابرات الأمريكية والاستخبارات العسكرية قالت ان احنا عارفين طلعت منين المسيرة دي ومين اللي استهدفها. طيب ده معناه أستاذ مهدي انه الرد اذا كان مش هيبقى موجه تجاه ايران بشكل مباشر، لكنه يجب ان يرسل رسالة بعلم الوصول الى طهران، ده معناه ان احنا قدام توسع في مسألة الحرب بالوكالة، يعني هتضرب المصالح الإيرانية أو أحد الفصائل الموالية والمحسوبة على إيران وليس إيران بحد ذاتها. بالطبع لابد أن يكون هناك رد، يعني الرد بيجهز ليه، وحيكون مش رد بسيط، لابد أن يكون رد قوي، لأن قتل 3 جنود وإصابة 34 جندي لا يمكن أن تترك. فسيكون هناك رد قوي، وقد يكون هناك يعني فين؟ في العراق، في سوريا، في لبنان؟ هي ستكون في مكان ما تم، يعني الطيارة دي طلعت منين سيتم معرفتها ومتابعتها. طبعا الساتلايت بيبين بالضبط كل حركة، حركة منين ومين وراها، وسيتم استهداف زي ما حصل قبل كده. لو كانت هناك قيادات إيرانية أو تابعة لإيرانية هي التي حرضت على هذا، لو كانت هناك مجموعات موالية لإيران سيتم ضربها ضربة قوية، وفي نفس الوقت سيتم إرسال رسالة مباشرة لإيران، لكن ليست بالقوة التي ستكون مع هذه المجموعات، ولابد من الرد. أمريكا مش هتسكت. مهدي عفيفي المحلل السياسي عبر الهاتف من واشنطن، شكرا جزيلا ليك. الخلاصة أنه المنطقة على وشك أنه تشهد تطورات مختلفة وأكثر قوة وأكثر عنفا. كل الصحف بتقولك بايدن فاوز ريسبونس، يتعهد بالرد. الصحف كلها بتتكلم عن جدل داخل الولايات المتحدة الأمريكية، خصوصا وان احنا على اعتاب سباق انتخابي اصلا شرس، واصلا بيعاني فيه رئيس بايدن من تدني في مستوى شعبيته. هروح مع حضراتكم دلوقتي الفاصل، بعد الفاصل بقى الفقرة اللي كلمتكم عنها نستقبل فيها الكابتن احمد العطار
نجم منتخب مصر لكرة اليد سابقا، وحان الوقت لكي يعرف المصريون النجوم في مجال الكورة. بعد الفاصل. أهلا وسهلا بحضراتكم مرة تانية في برنامج الخلاصة. الخلاصة ان احنا عاملين عظمة في كرة اليد في مصر. منتخب مصر من كام يوم جاب نتيجة رائعة، قدرنا نحتفظ بلقب كاس الامم الافريقية المرة الثالثة على التوالي والتاسعة في تاريخ المنتخب، تأهلنا لأولمبياد 2024، سلسلة من النتائج المبهرة. ايه سر الخلطة؟ ده الحقيقة سؤالي الاساسي او موضوعي الاساسي النهاردة، وبالمرة نتكلم عن منتخب أنا في رأيي أنه مش واخد حقه، أو فرقة مش واخدة حقها من التكريم أو التتويج أو الرصيد حتى عند الناس، رغم أنها عاملة نتائج رائعة وبتتقدم كل شوية، بتتعلم من أي ثغرات أو هفوات. معايا الكابتن أحمد العطار نجم منتخب مصر لكرة اليد سابقا، منورنا يا كابتن. ميرسي يا عباد، ألف مبروك على النتيجة الحلوة دي. الله يبارك فيكي، طبعا إنجاز جميل. طبعا يمكن يعني طبعا كرة اليد بتبقى هي الفرحة للشعب المصري، يمكن ما بتخيبوناش انتوا. الحمد لله الحمد لله، يعني حتى كمان النتائج عالمية، يعني طول عمر كرة اليد في مصر نتائج عالمية، من بداية من التسعينات، من أول ما خدنا بطولة أفريقيا لأول مرة بعد تسيد الجزائر وتونس 10 سنين و10 سنين، وبعد كده يمكن احنا كان بدايتنا في التسعينات أول بطولتين خدناهم في سنتين، وكانت يعني ان انت بتنتزعي يعني البطولة من افريقيا. طبعا كانت الجزائر في الوقت ده قوية جدا، عندها منتخب قوي وعندها مدير فني طبعا عزيز درويش، طبعا كان من احتفظ بالبطولة 5 مرات متتالية. فطبعا انت تنتزعي ده من الجزائر في الفترة دي كبير جدا. وبعد كده دخلنا العالمية، وكرة اليد يمكن يعني بتتعب بتمرض زي ما بيقولوا، ولكن ما بتموتش، يعني يمكن خدت فتره كنا بعيد شويه عالميا، ولكن الحمد لله بتراكم الاجيال الشباب والناشئين اللي هم تملي بيصبوا في مصلحه الفريق الاول القومي، قدرنا نوصل تاني ان احنا نبقى ابطال افريقيا لثلاث دورات متتاليه، وان احنا نبقى موجودين كسابع ترتيب العالم ورابع الاولمبياد. طيب بالبلدي بقى كده، انا قلت في البدايه انا غير متخصصه في الرياضه لكن بتابع زي كل المصريين، ايه سر الخلطه؟ ايه اللي بيميز فرقه كره اليد عن اي فرقه تانية؟ ازاي قدروا ما شاء الله الله اكبر يحققوا النتائج الحلوه دي؟ بصي، هو اتحاد منظم طول عمره، من يعني من فترات من بدايه التسعينات، وهو كان يعني بقى ليه شكل وليه اداء وفي تنظيم، فيه كل حاجة ما بتتعملش عشوائية، بتدرس ويبقى ليها تخطيط وبيشتغلوا عليها. يعني مثلا اعداد اللعيبة، وازاي ان انا اجهز منتخبات سواء ناشئين او شباب، وازاي اديهم الاحتكاك القوي. ابتدى يتعمل دوت نظام المسابقة المحلية لازم تخدم المنتخب، ودي لازم نحط عليها تحتها 30 خط. يعني الهدف من كل المسابقات وكل اللي بيحصل في كرة اليد في مصر ده يصب في مصلحة المنتخبات. تقصد تقول انه مفيش مجاملة؟ لا مفيش مجاملة، وازاي ان انا اوصل ان انا يبقى عندي منتخب قوي في خلال مثلا كم سنة. كله بيبقى متخطط، الاعداد معمول به، كل واحد عنده منتخب يعني مصر لكرة اليد بيخطط او طبعًا بيتم التخطيط له لسنين جاية، مش ماشيين كده بالورق. لا 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 لا، يعني ممكن مثلا تلاقي المنتخبات القومية على طول معروف انت هتلعب مين كمان سنة، هتعملي ايه البطولة. عندك بطولة مثلا في كرواتيا مثلا، بطولة ليها تخطيط وليها جدول معمول، هتلعب مين، وبتبعت للدول اللي انت عايزة تحتك بيهم والمدارس اللي انت عايزاها. كل حاجة بيبقى ليها تخطيط باللي يفيد اداء الفرقة وباللي يفيد المنتخب. بالظبط، في نقطة مثلا بتحصل على سبيل المثال، مثلا في مثلا خطأ بيحصل في 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 طريقة اللعب مثلا للمنتخب، وشايفين ان دي ثغرة بتتعالج في المسابقات المحلية. يعني مثلا في توقيتات كنا مثلا يجي في اخر 3 دقائق نخسر، كان بيتعمل له المسابقه ليها نظام معين، قعدنا مثلا فتره نتيجه المباراه بتبقى شوط وشوط، قعدنا نشوط ضربات جزاء ما بين، كان عندنا مشكله في ضربات الجزاء، ابتدى كل الانديه تطبق 5 ضربات جزاء. فكل حاجه انت شايفاها
بتبعدك عن المنافسة العالمية وليها علاج لازم تتحل. لازم تتحل وتتعمل في تدرس وتتحل وتحط لها خطة. طبعا طبعا عشان كده وبعدين اللي بيجي بيكمل بقى. يعني ايوه دي نقطة مهمة. مش كل واحد يبدأ من الأول. لا لا. يهد اللي عمله اللي قبليه ويبدأ من الأول. كل اللي اشتغلوا في كرؤساء اتحاد في الاتحاد المصري، دكتور حسن مصطفى، بعديه الدكتور فضالي، بعديه جه الدكتور حسن تاني، وبعد كده جه هادي فهمي، جه الدكتور خالد حموده، جه هشام نصر، كلهم بصراحه بوجه لهم كل التحيه. كل واحد بيجي يكمل. طيب احنا نطلع فاصل ونرجع نشوف فضل. المسيره دي قدرنا نحقق فيها النتائج دي ازاي. فاصل ونرجع مع حضراتكم. رجعنا لحضراتكم مرة تانية في الخلاصة، وبنتكلم عن سر أو خلطة نجاح منتخب مصر لكرة اليد، اهتمام بالناشئين، اهتمام بالاحتراف برا، التخطيط لكل شيء، التعلم من الأخطاء، كل حاجة مرسومة وصولا إلى العالمية، وإن شاء الله ربنا يوفقهم في أولمبياد باريس 2024. برحب بحضرتك يا كابتن مرة تانية في الخلاصة، وكنا بنتكلم بقى عن الفرقة العظيمة الجميلة اللي احنا شفنا أدائهم الرائع في مباراة الجزائر اللي فازوا فيها بكاس الأمم الإفريقية. حكي لنا شوية عن الفرقة دي كده وعرفنا عليها، نجومها، المدير الفني فيها. طبعا المدير الفني خوان كارلوس باستور، مدرب أسباني، المدرسة الأسبانية يمكن هي أعلى مدرسة في العالم حاليا. يمكن مصر بقى لها يمكن فترة كبيرة جدا شغالة بالنظام الأسباني. طبعا اللعيبة، طبعا عندنا مجموعة من اللعيبة المحترفين ومجموعة من اللعيبة المحليين محترفين برضو في الدوري المصري. طبعا عندنا حراسة المرمى محمد علي وكريم هنداوي والطيار، دول اللي كانوا موجودين، وفي اسامي تانية اللي يعني كانوا موجودين في بطولات تانية. ادي الفرقة اهي. طبعا ده محمد ممدوح هاشم كابتن الفريق. معهم دكتور اشرف صبحي، دكتور مصطفى مدبولي، يوم التتويج طبعا فرحة رهيبة، دكتور محمد الامين رئيس الاتحاد. طبعا الدكتور مصطفى يمكن كان لعيب يد سابق طبعا في نادي الزمالك، فطبعا حاجه جميله جدا ان هو قدم الكاس وان هو موجود في البطوله. يمكن شفناه يمكن كان متحمس جامد جدا حقيقي. في الفترات اللي كان الجزائر وابتدت ترجع في الشوط الثاني. طبعا اللعيبه طبعا خط خلفي قداح طبعا، ويحيى الدرع، سيف الدرع، طبعا يحيى خالد، خيري، في احمد عادل، في سيسا، في اكرم، في سند، يعني اللعيبه كلها. البطوله اظهرت اللعيبه باداء متميز جدا قصاد منتخب قوي هو منتخب الجزائر. طبعا وحضرتك كنت لسه بتكلمني عن خلفيتهم، يعني الجزائر وتونس طبعا منتخبين يمكن هما من اقوى المنتخبات اللي كانت موجوده. ويمكن طبعا احنا بنهني الجزائر ان هي بقى لها فتره كبيره جدا كانوا بعيد عن ان هم يبقوا موجودين. يمكن النسخه السابقه خسروا من المغرب، قدروا يرجعوا في سنه، ادائهم متميز جدا. طبعا مبسوطين ان هم لعبوا مع المنتخب المصري وطلعوا كاب فيردي وطلعوا لعبوا النهائي مع المنتخب وعملوا شوط. عايز اقول لك حتى المشجعين لو شفنا استعرضنا كده للسوشيال ميديا، حتى المشجعين بيباركوا فرحانين جدا لمنتخب مصر، بيهنونا وبيهنوا نفسهم طبعا. بالظبط، في تعليقات كتير على السوشيال ميديا لو نقدر نشوفها، كلها بتهني وبتبارك وبتتكلم قد ايه منتخب مصر منتخب عظيم والماتش كان رائع. يعني برضو حاله كده روح رياضيه فعلا حلوه. فعلا هم ممكن سعداء ان احنا كسبنا، وسعداء ان هم كانوا موجودين معانا في النهائي، وهم يعني راجعين بقوه، هنشوفهم في البطولات القادمه، ربنا يوفقهم. طبعا عايز اتكلم على نقطه، طبعا في ملحق ان هو لبطوله الاولمبياد، في ملحق لتونس وملحق للجزائر، دخلوا في مجموعتين. ربنا يوفقهم، ونتمنى ان احنا نشوف فريق او فريق الفريقين يكملوا وتبقى حاجة جميلة جدا في الأولمبياد القادمة في باريس. هذه التعليقات هي كلها بتحتفي، هم دول بجد الأبطال، هم بيقولوا لنا يعني اللي مش واخدين حقهم من الجزائر لمصر ألف مبروك. يعني تعليق تاني، ألف مليون مبروك، بطولة رائعة، شكرا لأبطال المصريين في كرة اليد، ما شاء الله تبارك الله، الله يحفظكم،
ألف مليون مبروك، حاجة يعني روح رياضية برضو طبعًا حلوة وحالة كده يحتفى بيها يعني. طبعا طبعا، ويمكن يمكن اللعبة يعني اللعبة خدت كانت في الجزائر فترة طويلة جدا يعني، كانت متسيدة أفريقيا وكانت بتؤهل للأولمبيات وبتروح كاس العالم، وإن شاء الله ترجع، لأن احنا نتمنى أن الشمال الأفريقي وأفريقيا يبقى فيها نهضة فعلا بجد في كرة اليد الفترة القادمة إن شاء الله. طيب كرة اليد المصرية إلى أين الخطوة اللي جاية، بما أن هم المنتخب بصراحة والقائمين عليه تخطيط مستمر، خطوة تجر خطوة، كلها حاجات بتبني على اللي قبلها، الخطوة اللي جاية بالنسبة لكرة الخطوة اليد؟ اللي جاية الإعداد للمنتخب لأولمبياد باريس، طبعا يمكن احنا آخر نسخة في طوكيو خدنا رابع العالم، وكان إنجاز يمكن احنا الجيل كنا واقفين عند سادس العالم، هم تخطوا حاجة جميلة جدا إن شاء الله، هم مطالبين بميدالية لأن المنتخب فيه عناصر مميزة جدا، في عناصر محترفة كتير جدا، يمكن الأجيال اللي فاتت ما كانش فيها، كانش باب الاحتراف مفتوح لهم بهذا الحجم. النهاردة بقى عندنا بنتكلم في 12-14 لعيب محترفين خارج مصر، ده بيعمل قوة للمنتخب وبيدي فرصة للعيبة الموجودة المحلية ان هي في الإعداد المنتخب يتجمع. النهاردة بتجمع 40 لاعب لمنتخب مصر، فالقماشة كبيرة جدا. لكن مين الفرق الصعبة اللي ممكن نقابلها في باريس؟ طبعا فرنسا طبعا بطل دولة أوروبا، دولة المستضيفة والشداد قوي، لسه كسبانة بطولة أوروبا، هتلاقي فرنسا، الدنمارك بطل العالم، السويد واخدة تالت أوروبا، النرويج، هتلاقي كرواتيا عندها منتخب كمان قادم، فعندك مدارس كتيرة جدا، أسبانيا رغم ان هي ما وفقتش في بطولة أوروبا ولكن عندها مجموعة من اللعيبة مميزين جدا، ففي يعني منتخبات قوية جدا هتنافس معانا. يمكن احنا النقطة اللي هي كانت صعبة بالنسبة لنا تملي بتبقى أوعتنا موجودة زي ما كان روسيا موجودة معانا في الجيل القديم، دلوقتي بقت الدنمارك هي الفريق اللي تملي بيبقى عنق الزجاجة للمنتخب المصري، فإن شاء الله بإذن الله يمكن عملنا لقاء في الكاس الذهبي، يمكن لعبنا طلعنا مع الدنمارك على أرض يمكن بفرق 3 أهداف، كسبنا منتخب هولندا وكسبنا منتخب النرويج، فالمنتخب ماشي بقوة كويسة جدا، ربنا يوفقهم. باستور كمان مدرب هايل جدا جدا، واخد يعني فكر عالي، بيدرس كل فرقة. حاجة تانية ان هو واخد بطولة العالم مع منتخب الاسباني، كمان في الدم بتاعنا اللي هو حمقي شوية، عنده حتة مصري كده بالظبط كده، فدي كويسة يعني، بتدي برضو بتخلي اللعيب يبقى متفاهمين ومنسجمين بالظبط كده. ربنا يوفقهم يا رب، ويعني اسعدتنا بصراحة النهاردة وديت لنا كده نقاط حلوة ومعلومات كده حلوة ما كناش نعرفها عن منتخب مصر لكرة اليد، الكابتن احمد العطار لاعب منتخب مصر لكرة اليد سابقا، سعداء بوجودك على شاشة المحور ونورتنا. ميرسي ليك. وصلت مع حضراتكم لختام حلقتنا النهاردة من برنامج الخلاصة، بكرة حلقة جديدة، والبرنامج متواصل مع حضراتكم على مدار الأسبوع دايما في نفس الميعاد، وخلاصة الملفات والموضوعات والمتابعات اللي بتحصل في مصر. اللقاء.